قدمت الفنانة دلال فرح بيرد معرضها عن الخلايا وحمل عنوان Cell-ebrating Resilience بجاليري إكزود بالأشرفية. مشوا معي لنشوف كل التفاصيل. قدمت الفنانة دلال فرح بيرد آخر أعمالها تحت عنوان Cell-ebrating Resilience بالتزامن مع العيد الثاني لجاليري إكزود بالأشرفية. حضر المعرض عدد كبير من الشخصيات يلي أبدوا أعجابهم بكل اللوحات يلي كانت موجودة. اللوحات اللي شايفتيها مستوحاة من الهيومن سيلز الخلايا بس يكونوا محطوطين تحت الالكترون مايكروسكوب. بقى انا هودي شغله كثير بحبها ومن استوحيت اغلب اللوحات. الاسم سميناه Cell-ebrating Resilience لانه لعبنا على الكلام Celebration لانه الاكزود عم يحتفلوا بالسنه الثانيه من تاسيس الجاليري. Cell-ebrating كمان Resilience انه من الالم ومن مصيبة منطلع بشيء كرياتيف. وأنا بالنسبة لي كمان ريزيلينس تبع اللبناني، يعني الشعب اللبناني مع كل المصايب اللي صايرة وعم بتصير وبتضل بتصير بضل بحب الحياة، بضل بحب الإبداع. سو بتشمل كل شيء بالنسبة لسيلبريتنج ريزيلينس. فاصل اعلان كتير صغير ومنرجع لنتابع اجندا، ما تروحوا لبعيد.